السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي ينقل العناصر من بروبوزل لبروبوزل في برنامج الانفرا ووركس. انا عندي اهو الماستر، هقول له اد واضيف بروبوزل 1، واروح قايل له مثلا عايز اضيف عناصر في بروبوزل 1، ولكن مثلا هضيف الاعمال النور ديت بالشكل ده. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز اضيف بروبوزل كمان اللي هو بروبوزل 2، وهاجي هنا في السيت فيرنيتشر واختار مثلا ان انا عايز اضيف حاجه مثلا بالشكل دوت. طيب فرض ان انا عايز اشيل حاجه من البروبوزال 2 للبروبوزال 1، لو انت جيت للبروبوزال 1 هتلاقي مفيش العناصر دي. لو انت رحت للماستر هتلاقي العناصر دي مش موجودة. طب خلينا نروح للبروبوزر 1 وهبدأ اعمل سيلكت على العملية دي، عملت عليها سيلكت، هاجي هنا ادوس رايت كليك هاجي كوبي. ممكن ما تجيلكش موضوع ان انا ادوس رايت كليك يجي لي كوبي، ده معناه ايه؟ معناه انا لو جيت هنا في الفيو وجيت هنا هتلاقي الايديت مود ده متفعل، لما بيتفعل وتدوس رايت كليك ما بيجيبلكش كوبي، يبقى لازم تيجي هنا وتقول له ما تفعليش الايديت كوبي، تمام؟ وبعد كده لما تيجي هنا تقول له كوبي، وبعد كده هتروح مثلا للماستر وتقول له بيست امبليس، هيروح منزله في نفس المكان. دلوقتي العناصر دي موجوده في الماستر وموجوده في بروبوزر 1.